بسم الله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. السلام عليكم، مرحبا يا أخوان، الله يعطيكم العافية. اليوم حتكلم عن قطع الأبجريد اللي طلبتها للموديل اللي عندي، اللي هو من أكسل ريث سبون. طبعا الديزاين هذا يعني في شركات غير معروفة يعني أو شركات صينية يعني قلدت هذا الديزاين، وفي شركات معروفة عملت تقريبا نفس التصميم هذا، لكن يعني لأداء مو كراولر، روك كراولر، هو موديل في سرعة أكثر من S16، لكن ما أقدر أصنفه موديل روك كراولر. يعني هو موديل كراولر، يعني رغم السرعة اللي موجودة في الموديل. طبعا من الشركات اللي عملت تقريبا التصميم هذا، بس طبعا بأداء روك كراولر وأداء أسرع، اللي هي طبعا لوسي، قدمت طبعا موديل ناجح من التصميم هذا. لكن التصميم هذا من أكسل يمكن حتلقوا منه 4 أنواع أو أكثر. طبعا أكسل الفترة الأخيرة بتكرر في نفس التصميم حق S16، لكن طبعا بأغلفة مختلفة جديدة. يعني نتمنى أكسل إنه الفترة الجاية يعني بعد طبعا الدروب اللي انتم عارفينه، وكانت ضمن مجموعة قابضة هوبيكو، بعد كده تنقلت الى هورايزون، فان شاء الله باذن الله انه يكون في تصاميم افضل، وتكون يعني مو باقل جودة في ناحية السيرفو. طبعا اغلب اللي بياخذ موديلات اكسل بيغير سيرفو وبيغير بعض القطع اللي موجودة فيه، لكن موديل جميل، أداؤه روعة، يعني أداؤه مختلف عن S16 أو TRX4 من تريكسس، رغم نجاح موديل تريكسس وتميزه في الكراولر، لكن هذا موديل مختلف تماما، يعني يعطيك الأدائين البطيء والأداء السريع في نفس الوقت، كمان مع كاستل مامبا اكس، يعني عجيب، روعة. تقدر يعني طبعا هذه انا شرحتها اغلبها في المقاطع السابقة، لكن يعني كمعلومة لشخص اول مرة بيخش على الفيديو بيشوف الموديلات، فطبعا موديل جميل جدا ومميز بصراحة في موديلات الكراولر، وممكن تركبه على اكثر من موديل. الميزة فيه انك من طبعا زي ما انتم عارفين من 2 سيل الى 6 سيل تقدر تركب عليه. فالفترة اللي مضت انا طبعا ركبت عليه 6 سيل وكمان ماكس امبس، يعني على سبيل الفن، يعني طبعا ما بطارية ثقيلة اول شيء، ثاني حاجة الباور اللي فيه يعني اعلى من احتياجي لموديل كراولر. فمع الضغط العالي طبعا الجير بوكس حقه تاكلت التروس البلاستيك اللي عليه، والجير بوكس اللي عليه نفس الجير بوكس اللي راكب على S16، ما في فرق، يعني نفس الجير بوكس، لكن الفكرة انه التروس اللي فيه عليه زي ما انتم شايفين تروس بلاستيك، هذه التروس اللي على الموديل. طبعا هذا اللي الوحيد اللي شو اسمه معدن، والترسين هذه بلاستيك، فطبعا هذه اتاكلت مع الضغط العالي وزي كده، فقلت ليش ما اخذ له تروس يعني يكون معدن. فدورت لقيت في نفس اكسل في تروس معدن لنفس الموديل زي ما انتم شايفين، وهذا رقمها، هذا رقم التروس، وتقدر تركبها على S16، يعني بيكون أداؤه اجود، يعني مع تروس الالومنيوم، يعني بتكون يعني طبعا هو 16 ما محتاج للباور العالي ده، لكن في نفس الوقت اذا حبيت تغير ممكن تركبها، يعني هذه اساسا هي جايه
لاس 16 التروس هذه، لكن نفس الجير بوكس زي ما انتم شايفين. طبعا هذا جير بوكس موديل اكسل ريث سبون واغلب الموديلات الكراولر وكمان اس 16. بس طبعا هذه الجير بوكسات بسيطه، لكن اذا تبغى مثلا اداء الكراولر اللي في النزول حتى لو رفعت ايدك من الدعسه ما ينزل معاك وانت طالع يثبت، وكذا نوع تغيير اذا حبيت تضيف له سيرفو ثاني مع يعني واير يوزن لك حركه الجير، في جير بوكسات من اتش ار، من هوت ريسنج، من جي بي ار، يعني في جير بوكسات بتكون اكبر شكلها، الديزاين حقها اكبر، لكن اداء الكراولر فيها طبعا يعني افضل. لكن هذا جير بوكس بسيط زي ما انتم شايفين، ويعني ما ماني هاوي اداء الكراولر بالشكل الكبير هذا، او بخش يعني زي ما بتقولوا مسابقات او بطولات، فما بحتاج الجير بوكس الكبير هذا، يعني ممكن اطلبه في الفتره الجايه، لكن الى الان انا ماني محتاج، يعني بالاداء هذا معقول جدا يعني. ف التروس الالومنيوم او عفوا التروس المعدن هذه، طبعا معدن زي ما انتم شايفين، التروس المعدن هذه تؤدي الغرض وممتازه جدا وبسيطه يعني. فهذه الفكره، اللي يحب ركبها على الموديلات اكسل الكراولر يعني اللي بيكون جير بوكساتها اغلبها بهذا التصميم يقدر يستفيد من النقطه هذه. كمان يعني عدتها برضو في مقاطع السابقه، بس دائما احب اوضح اللي هاوي كراولر يعني حتى لو عندك تي ار اكس 4 من تريكسس، مساعدات كينج شوك روعه روعه روعه، وبتفرق معاك في اداء الكراولر، يعني لو ركبتها على اي موديل حتى لو ركبتها على موديل صيني، فمرونه المساعدات هذه بتعطي لك اداء مميز على الموديل، وبيختلف معاك وبيكون الموديل اثبت معاك من المساعدات اللي بتكون جايه على نفس الموديل الصغيره البسيطه. طبعا ما بقول لك انك ركب عليه مساعدات كبيره جدا، يعني مساعدات متناسبه مع اي موديل، يعني مو كل موديل يعني بتكون المساعدات هذه مساعدات 120 ملي، فعلى ما اعتقد 120 او 110 ملي، فيعني لا هذه 120، فبتفرق معاك في اداء الموديل، يعني مرونه الديفرنس نفسها بيساعد على ثبات الموديل واجتيازه للمرتفعات والمناطق الوعره يعني بشكل جميل جدا. هذه بالنسبه للمساعدات وكتوضيح للجير بوكس. طبعا يعني لما هغير التروس طبعا لازم انظف واعمل عمليه تشحيم، فطبعا الشركه البطله هذه من بروتكت ار سي، يعني عرضتها حتى في المقاطع السابقه، بس انه كتوضيح جدا ممتازه، ونوعيه الشحم حقها تنفع على اي اغلب الموديلات اللي ممكن بتستخدمها، سواء تريكسس اكس ماكس او غيرها، فنوعيه التشحيم ممتازه، بتكون طبعا للاجزاء الخارجيه او الديفرنسات، يعني سبار الديفرنسات اللي هو الخارجي، طبعا تعرفين الديفرنسات الداخليه بيكون لها نوعيه معينه من الزيوت، فطبعا ما بقصد الموديل هذا، اللي هي الموديلات اللي بتكون كبيره جدا و ديفرنساتها فيها أكثر من ترس، فطبعا لها نوعية معينة من الزيوت ولها درجات 3000 4000 7000 وغيرها طبعا. فهذه هي طبعا، غير كده أنا لما حنظف عملية التنظيف البيرنج الموجودة فيه زي ما أنتم شايفين، هذا طبعا موتر بيرنج لبرتيشن كيت، يعني لتزييت البيرنج لأي موديل، نوعية ممتازة جدا ويعني عملية، وتقدر تستخدمها مع البيرنج في أي موديل، يعني تقدر تعمل عملية تشحيم وتنظيف. طبعا الدفرنسات يعني شيء طبيعي أكيد، أو عفوا الجير بوكسات
شيء طبيعي أنكم عارفين أن عملية التنظيف والاهتمام فيه وما يكون في وسخ أو تراب أو شيء زي كده بيفرق طبعا في أداء الموديل وعملية الصيانة والتنظيف والاهتمام. يعني زي ما بتهتم بموديلات السيارات الحقيقية، نفس الشيء موديلات الار سي كار يعني محتاجة لعملية اهتمام ونظافة، ويعني لما بتستخدمها في موية في مطر في رمال في طين، فطبعا لابد انك تغسلها وتهتم فيها. ويعني هذه مسألة، يعني عملية التنظيف من فترة للثانية هذه مسألة مهمة جدا يعني، ولازم الواحد يقوم فيها لصيانة الموديلات. هذا الشيء. كمان طبعا زي ما تشايفين واي ار، يعني هذا طبعا شو اسمه إضاءة للموديل، يعني بتعطي ديزاين وشكل. بالذات موديلات الكراولر حتلاحظ انه موديلات الكراولر والمجسمات اكثر الموديلات اللي طبعا بيهتموا بالديزاين والتفاصيل فيها، يعني هذا شيء طبيعي بتلاحظوا في المجسمات. طبعا في مجسمات ممكن يكون يعني يكون فيها مجال التعديل، يعني إضافة لها، لكن بالنسبة لموديلات الكراولر أغلبها بتلقى فيها إضافات فيها تعديلات، بيحاول إنه الشخص يقرب الموديل للوضع للشكل الطبيعي لأداء الموديل، لأنه طبعا الموديلات هذه في منها طبعا التصميم هذا في منها طبعا موديلات حقيقية موجودة لمسابقات سنوية بتكون في أمريكا أو طبعا على ما اعتقد في دول ثانية. ف يعني مهم جدا التصميم ديزاين والاهتمام بالموديل وصيانته. فبإذن الله إن شاء الله بإذن الله بركب القطع هذه واستعرض لكم باقي أداء الموديل وعملية الصيانة اللي أنا يعني بقوم فيها عليه. طبعا ملاحظة حتى الدفرنسات حقت الموديل هذا بتتركب على السيكستين، يعني لو تلاحظوا مقاطع خارجية كثيرة بيستخدموا الدفرنسات هذا، رغم انه السيكستين النسخة اللي قبلها مشابه لديزاين الدفرنس هذا، لكن برضو على اساس انه الدفرنسات هذه فيها مساحة اكبر او عرض اكثر فبيستخدموها في موديلات S16. وكمان موديلات بسيطة لو حتلاحظوا الأعمدة اللي ماسكة الشاصية بالديفرنسات يعني متكاملة، والأربعة بالنسبة للأمام والخلف، فيعني معطية ثبات وتصميم معين للموديل غير S16 اللي بيجيك بثلاثة أعمدة تمسك الشاصية في الديفرنس، ويعني بتكون معقدة شوية في عملية إذا أنت بتعدل في الموديل أو بترفع أو بتعليه يعني بتتعدل وبتضبط الموديلات السيكستين في التعديل، لكن الموديل هذا بسيط جدا يعني جاهز ما في أي حاجة، بس أنك تقدر تعدل فيه، ويعني بطاريات سيل 3 سيل مناسبة جدا عليه، أكثر من كده بتأثر على وزن الموديل وحركته، فيعني موديل قوي وبطل، بس ما حيكون أداؤه يعني مناسب ككراولر على الصعود وهو في وزن عالي في الموديل من الخلف، رغم أنه يسمح يعني نفس الشاصية يسمح أنك تركب عليه 6 سل بكل سهولة، لكن طبعا وزن وبيأثر على أداء الكراولر للموديل. دحين شوفوا بإذن الله القطع هذه لما أركبها بعد عملية التنظيف الشحم ويعني تشحيم التروس من جديد بإذن الله. زي ما أنتوا شايفين هذا الموديل بعد التشحيم الجير بوكس، زي ما انتم شايفين الموديل بعد تشحيم الجير بوكس والتروس المعدن اللي صار الجير بوكس بالكامل تروس معدن، فيعني بتعطي قوة في الموديل. العفو انا يعني راجعت المقطع السابق ما هي واضحة التروس، طبعا من اكسل هذا رقمها زي ما انتم شايفين، هذه تروس وهذا الزيت حق البيرينج
واضح إن شاء الله. هذا زيت البيرينج، وهذا الخاص بالتروس حق جيربوكس أكسل ريث إسبون. بس هذا تقريبا كل شيء حبيت أن أوضح لكم. هو زي ما أنتم شايفين واضح، واضح هذا التروس مع الزيوت هذه أو التشحيم اللي صار، وتزييت البيرينج لكل الموديل. ف يعني الحمد لله جاهز. بعد كده مجرد انه يتقفل الديزاين هذا زي ما انتم شايفين بكل بساطة، ما في اي شيء. بعد ما يتقفل بالكامل يكون يعني ولله الحمد تم اصلاح الجير بوكس الخاص بالموديل هذا. والنقطة الثانية اللي بوضح لكم هي كمان اللي عندهم موديلات مشابهة من أكسل ريث سبون أو الموديلات المتشابهة، هذا طبعا من جي بي آر يعني أفضل شيء لقيته، لأنه بيعطيك مجال لتحديد الحد المناسب لنفس طبعا الستيرلينج بار هذا زي ما انتم شايفين. فهذه نوعية ممتازة جدا وناسبت الموديل مع زي ما انتم شايفين كثيرة من قطع جي بي آر عندي، حتى في الدفرانس الخلفي ل يعني تثبيت الأعمدة وبشكل عام للديزاين، فنوعيه ناجحه. طبعا زي ما انتم عارفين يعني كتوضيح هذا حتى لشخص بيشوف الفيديو هذا لاول مره، يعني الار سي كار لها شركات كثيره بتصنع لها قطع، فمو كل القطع اللي بتصنعها شركات اللي بتدعم الار سي كار بتكون يعني مناسبه او يعني الانسان توفق فيها حتى من نفس الشركه. يعني حتلقى قطع مناسبة وقطع يعني ما هي مناسبة للموديل هذا طبعا بشكل عام. وسلامتكم، الله يعطيكم العافية. تحياتي أخوكم ياسر باجهموم. أخص بالشكر طبعا، من لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أخونا أبو عمار الله يعطيه العافية، وفر لي قطع كثيرة لموديلات كانت متعطلة عندي، وإن شاء الله بإذن الله كل موديل حأستعرض لكم القطع اللي بركبها عليه في المقاطع الجاية إن شاء الله بإذن الله. فشكر وتقدير لحبيبنا وأخونا أبو عمار. زي ما أنتم عارفين هي ما هي دعاية للمتجر، لكن اللي بيحب عارفين يعني في مقطع سابق بوضح فيه متجر حبيبنا أبو عمار، اللي يحب يتواصل معاه أو بتواصل مع أي متجر في منطقته يعني ويقدر يوفر له قطع بشكل ممتاز. والله يعطيه العافية على المجهود اللي بيقوم فيه مع شركات الشحن والبريد إلى خلافه. وبس الله يعطيكم العافية، وأتمنى لكم السعادة والاستمتاع بالهواية الجميلة هذه اللي عدد قليل من الناس بس مهتمين بالهواية الجميلة هذه. وطبعا انتم عارفين ولما بتستخدموا الموديلات في اي مكان بتلاحظوا استغراب الناس. اتمنى الهواية هذه تنتشر اكثر واكثر، لانها هواية جميلة طاقة ايجابية بتعطيك يعني افكار جديدة، بتشغل وقتك بشيء نافع، هواية مفيدة. أتمنى أنه زي ما وضحت لكم في المقاطع السابقة أنه أسعار موديلات الار سي كار يكون سعرها يعني طبعا في موديلات صغيرة يعني مناسبة لأبنائنا على أساس يستغنوا عن البلايستيشن هذا ومضاره لين ما يوصل الواحد ل 21 سنة، بعد كده استخدم البلايستيشن يا عم زي ما تبغى. لكن يعني أتمنى يكون عندهم هوايات، هواية زي هذه الهواية أو هوايات أخرى ينمي فيها مخهم ويشغل فيها عقلهم. يمكن في يوم من الأيام يطلع عندنا من المملكة العربية السعودية أو من أي دولة عربية إنسان عنده فكر ممكن يصنع فيه سيارة، ويكون عندنا شركة سيارات حقيقية لصناعة السيارات طبعا، ويكون في من موديلات وتكون بتبدأ من أفكار بسيطة زي فكرة الار سي كار هذه. وسلامتكم، الله يعطيكم العافية.
أعيد وأزيد تحياتي، أخوكم ياسر باجهمون. السلام عليكم.